تلوذ النساء الأفغانيات من عرقية الهزارة بالصلاة، يتدفقن على مسجد أبو صالح المهدي في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول لأداء صلاة الجمعة، يطلبن من الله السلام والاستقرار بعد الفوضى التي أحدثها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. المصليات الأفغانيات أعربن عن قلق عميق على أطفالهن وحقوقهن ومستقبلهن الذي تهدده التحولات السياسية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها سيطرة طالبان ورؤيتها لحكم البلاد، خصوصاً بعد تردي الأوضاع المعيشية وانسحاب المنظمات الدولية وتوقف المعونات الدولية ومشارفة النظام الصحي والتربوي على الانهيار. دیگه قیمتی است، کار نیست، ماشای مردم داده نشده، دیگه قیمتی است دیگه، بسیار زیاد. ففي ذاكرة نساء الأفغانيات الاضطهاد الذي طال عرقية الهزارة لفترة طويلة والإقصاء والتهميش اللذين فرضا على أبناء القومية لأسباب عرقية وطائفية، وهي التي تشكل 10% من 38 مليون نسمة هم سكان أفغانستان. تتصاعد مخاوف النساء الأفغانيات وهن يتابعن أخبار العمليات الانتحارية المتتالية التي يتبناها إرهابيو داعش وتستهدف مساجد الهزارة فتزهق أرواح العشرات وتجرح المئات منذ رحيل القوات الأمريكية وعجز طالبان عن التصدي لهذه العمليات بعد استيلائها على السلطة. چون وقتی که بخوایم ببینیم حق زن و مرد یکسان است، باید در خانه، در فامیل، در بیرون، در همه جای حق مرد و زن یکی است. و همین قسم که مرد کار میکنه باید زن هم در مقابلش کار. پشت هر مرد موفق یک زن موفق است و پشت هر زن موفق یک مرد موفق است. تأمل النساء الأفغانيات في انجلاء الغمة وعودة الحياة إلى طبيعتها في أفغانستان، حيث يلعب الأولاد والفتيان في الشوارع والساحات كرة القدم والكرة الطائرة دون خوف. لعل الجيل الجديد يتحرر من ذاكرة الماضي الأليم ومخاوف الإقصاء والتطهير العرقي.